السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم خالد باللغة العربية إلى وزيرة التربية سموها نورية بن غبريط. نورية بن غبريط رمعون، نعتذر. بون، معك خالد من وهران، غادي تلف لك الديوان. تلاميذ في الليسيات راهم يقروا بالسيديات، ويا بن غبريط دراهم يدخلوك بالباكيات. سمحونا يا المعلمين غادي نبلعوا المؤسسات، نوريا بن غبريط دخلتها غي حكايات. هلالا ها مولاتي يا لالا، نوريا يا بن غبريط رمعون، فوق النون فتحة ولا سكون. سلمي على الويزا حنون، المؤسسات خصهم القدرون. ارواحي عندي ندير لك قردون، يلي مخدومك البوكيمون. تلاميذ راهم يرقدوا في الكرتون، وانتي طالقة روحك في الشيراطون. مراكي فهم فيها بولون، والبروفي لازم لها تزيده مليون. وراكي مخالفة هذا القانون، فمك ديري له الكمون. وزيرة التربية بن غبريط نورية، اللغة العربية تهضريها جابونية. وزيرة التربية بن غبريط نورية، اللغة العربية تهضريها جابونية. والسؤال يقول، نورية بن غبريط قولي لها على السيديات اللي عطيتيهم التلاميذ، اسكو اوريجينال ولا مغرافين؟ وقولي لي شحال عندك في الكونت اللي في لابونك تاعك، شحال عندك دراهم في الكونت؟ من امام البنك تاع نورية السبيسيال خالد يهدي لكم هذه القصيدة، وجاوبيني على السؤال تاعي. والله يحفظك وبارك الله فيك.